بالحبك، ربحتوا خامس جيم السيري بثلاث لقاءات عروض، تأهلتوا على السيمي فينال، كيف حضرتوا للجيم؟ أول شيء بدي أوجه تحية للاعبين، إدارة، كوتشنج ستاف تبعهم، لأنه إت واز هيوج كومباك لإلنا فروم ديفينس أو تو، والتو هن اللي ربحوا تو جيمز، إت واز فيري جود جيم فروم ذيم، فوي هاد تو أدجاست لو بما نرجع الفوت ديربي فينال كان لازم نعمل هالشيء والحمد لله قدرنا نعمل. اول شيء هاي كمان ثاني شيء هاي فوز تاريخي للعمان انه نعمل تاريخ بعد كومباك 0-2 وبعدين بعد اول مره بالتاريخ نفوت ولا الحمد لله باداره الاداره والكوتشنج ستاف واللاعبين كل واحد منهم عنده سيزون كثير حلو وخصوصا اخر جيم كثير حلو الحمد لله قدرنا نترجم لها فوز تأهل على اول مره على المربع الذهبي. Thank you, Sefak. Mabrouk.